Okay, so اليوم هحكيكم about my skincare. كمان I was a bit nervous إنه أعمل هذا الفيديو لأن عادة ما بحكي about skincare even though هذا الشيء أنا من زمان بقرأ عنه، من زمان بعمل أبحاث عنه. However هذا منه اختصاصي، I'm a dermatologist، ماني دارستها، فكنت هيك عم أجل إنه أحكي عن الموضوع. However the time has come. So هحكي اليوم عن كل البرودكت اللي بستعملهم، ومثل ما بالرياضة وبالنيوتريشن دايما كل شيء بعمله بيكون evidence based أو حسب الدراسات أو حسب الأبحاث شو بتقول، نفس الشيء بالسكين كير تبعي. So هيدا introductory أول شيء، رح أقول لكم كل الingredients that I use أو الactive ingredients اللي أنا بستعملهم، يعني هن بيكونوا مواد موجودين بهول الكريمات اللي أنا عم بستعملهم، وفي عليهم أبحاث هن حسب قد ايه نسبة هيدا الشيء موجود أو هيدا المكون موجود بالكريم. اوكي؟ طيب، أول شيء بدي ركز عليه إنه أنتم لما تجيبوا سكين كير برودكت معين بدكم تشوفوا قديش نسبة هيدا المكون اللي هو اللي المفروض الفعال بقلب هيدا أو الأكتيف انجريدينت بقلب هيدا الكريم. نمبر 2 بدكم تشوفوا كيف هن حاطين لازم انتم تستعملوه، كم مرة، لقديش فترة، شو لازم تعملوا قبل، شو لازم تعملوا بعد، شو لازم تحطوا تحته، شو بتحطوا فوقه. So all of these are very important. Number 3 اتذكروا انه الفعالية كيف بالتمرين في عندكم progressive overload، نفس الشيء يعني عندكم gradual progressive overload بالكريمات. ما بتتوقعوا انه اول ما تحطوا الكريم على وشكم دغري تستفيدوا، كرمال هيك الكريمات اللي بيروحوا بيحطوا لكم انه فوايد من ثاني جمعة من اول جمعة، لا، a skin cycle is 4 weeks. We could go up to، يعني نحن لما نحكي عن حيلا شيلوا على بالبشرة بنحكي 4 أسابيع، 6 أسابيع، و12 أسبوع أو 8 أسابيع، أو like we always talk in a long period of time. ما بنحكي إنه والله من هلا ليومين حيمشي الحال. إذا كان في يمكن تلاحظوا أنتم شوية تغيرات ببشرتكم، هيدي اللي الآن بيكونوا حاطين في قلبها مرطبات معينة أو مثلا نايسينامايد، بتحسوا بهيدا البلمب، حتحسوا إنه يمكن عن جد استفدتوا. بس لترجعوا تستفيدوا من جوا على لغليغ بشرتكم you need to wait a little bit، you need to wait some time لتقدروا تستفيدوا من الكريم اللي انتم عم تستعملوه. سو بدكم تحطوا منه يا كل يوم يا كل مرة، انتم لازم تحطوه، ما لازم تقفوه، لازم تحطوا منه gradually، يعني إذا انتم دايما لازم تقيسوا كمية اللي بتحطوا فيها. فلما بدكم تحطوا من الكريم معين ما بتحطوا هون أبلعب، لا، بدكم use your fingers، use your fingertips. So عادة لما بدكم تبلشوا عن active ingredient، أول شي بلشوا إذا هيدي your fingertip بلشوا نص fingertip for the first تقريبا 3 weeks لجسمكم شوي يتعود على البرودكت. ترجعوا تعملوا fingertip كامل، so ساعتها هيدي الفينجرتيب كامل صار فيكم تستعملوها. إذا صارت هيدي it's too easy ساعتها فيكم تزيدوا ال potency of الكريم اللي أنتم عم تستعملوه، okay؟ And then مثلا بالsunscreen you need to put 2 fingers. هلا sunscreen usually you don't need to acclimate for it. So هول الخبريات كتير مهمة لتفهموها، لأنه الدامج اللي نحن صار المعقول يصير بأر سكين ما صار من نهار. نفس الشيء إذا واحد بده ينصح، النصاحة اللي ننصحها ما صار من نهار، النصاحة اللي صارت لأنه كان in a calorie surplus كذا مرة over a long period of time اللي ultimately وصلته إنه يصير في عنده زيادة دهن بجسمه أو جسمه. فنفس الشيء هون، التعرضات اللي نحن عم توصلنا من الشمس كل يوم على فترة السنين، يعني هول العمليات الصغيرة اللي عم بتضر لنا بشرتنا كل يوم على فترة سنين هي المشكلة. المشكلة منا تعرض واحد للشمس، احترقنا مرة من الشمس، لا، هي تعرضات الصغار that are acclimating. كمان مثل بالتمرين، إذا انتو صار عندكم wear and tear أو injury معينة من وراء انتو عم تعملوا نفس الحركة غلط over and over and over and over again. عادة الانجريز اللي بتصير بالجيم على الكتف وعلى الركاب وعلى هيدا مش لأنه انتو عملتوا تمرينة مرة واحدة غلط، لا، انتو صارلكم سنين أو أشهر عم تعملوا حركة بطريقة منا كتير efficient أو منا كتير منيحة للجوينتس تاعولتكم أو لمفاصلكم. فمن هيدي الناحية صار عندكم انتو هيدا الwear and tear أو صار عندكم overuse injury. so هون نفس الشيء، so that's why بدكم تحطوا sunscreen كل يوم تحموا بشرتكم كل يوم، وبدكم تحطوا الكريمات الأكتيفز اللي حأحكي عنهم كل يوم أو كل مرة اللي أنا قلتلكم إياها. اوكي، اول شيء واللي هي اهم شيء واللي هي السان سكرين. سو عندي كذا نوع سان سكرين، I'm gonna explain شو الفرق بيناتهم وضد اي اشعه من الشمس بتحمينا واي رقم لازم تجيبه وهكذا توالي. نمبر 2 واللي هو الريتينويدز. سو الريتينويدز هن they are a group of different products، يعني مجموعه من المكونات معقول تكون موجوده بالكريمات، صح اشرح لكم شو انواعها واي برسنتج وشو فوائدها. نرجع بنحكي عن المويسترايزر، شو هن انواع المويسترايزر، شو لازم يكون موجود بالمويسترايزر اللي انتم بتستعملوه وهالاخبار. هنرجع نحكي عن الفيتامين سي، مش هذا الفيتامين سي، اي اوكي. سنرجع نحكي عن الفيتامين سي، شو هن انواع الفيتامين سي وعلى اساس لازم تنقوهن واي شيء اللي اكثر شيء عليه ابحاث. نرجع بنحكي عن اي ثينك الكيميكال اكسفوليانز، يعني كيف انتم فيكم تعملوا اكسفوليشن او كيف فيكم تعملوا اكسفوليشن لبشرتكم بدون ما تحفوها بهول البيز وهالاخبار. سو هون حنكون عم نحكي عن ال AHAs او ال BHAs. شو بعد في عندي؟ هيدا نرجع هنحكي عن الازاليك اسيد شو فوائده، وفي نايسينامايد بس انا ما عندي نايسينامايد، وفي البنزول بروكسايد. فالبنزول بروكسايد هو الشيء انا كنت استعمله لما كان عندي ريلي بعد اكني، سو كمان حشرح لكم خبريه البنزول بروكسايد. هلا ما بعتقد حقدر كفي كل هول بفيديو واحد، رح يكون في ملحق، بس حبيت اشرح لكم كل الاكتيف انجريدينتس ذات اي يوز. اوكي طيب، حنبلش اول شيء بالسان سكرين.